تعي رجاء. دعاء فيكي تسألي؟ تفضلي. ايه دعاء، قليلي شو اللي عم بيصير هون؟ الأستاذ عم يقول بأنك ما اشتكيتي على حماتك أبداً. بس إذا دعاء بتقول الحقيقة هلأ، إذا بتقول إنه مو هي اللي قدمت الشكوى ضد حماتها، فوقت الشرطة رح تحقق، رح يعرفوا إنه دعاء ما قدمتها وإني أنا. لا، وقتها رح تنقلب القصة علي، أنا لازم وقفها. بس شو بدي أعمل هلأ؟ كيف رح وقفها؟ ست دعاء، عم تسمعيني ولا لا؟ انت بشو شاردة يا مدام؟ قليلي لشوف، حماتك ما كانت عم تضربك وتعذبك؟ هذا الرجال عم يقول بانك ما اشتكيتي على امه، فشو القصة؟ لا، شفتي؟ أنا قلت لك إنه في سوء تفاهم، حدا عم يعمل فينا مقلب، لأنه دعاء مستحيل تعمل هيك شيء. يا مفتشة، أنا ليش اشتكيت على أمي؟ وهي الشكوى أنا ما رح أسحبها شو ما صار يصير. دعاء، لسه هلأ قلتي لي إنه مو أنت اللي اشتكيتي، شو اللي تغير؟ ليش غيرتي كلامي؟ لأنه أنت اللي جبرتني إني أقول هذا الحكي. ما فيك تغير الحقيقة يا حيدر، والحقيقة هي إنه أمك دفشتني عن الدرج وحاولت تقتلني، وهي رح تدفع ثمن اللي عملته معي، ورح تنسجن وتتعاقب على فعلتها. وقت بيقرب دمار البني آدم، هو ما عاد يقدر يفكر أبداً وبصير يعمل أي شيء. دعاء عن جد أنت بتجنني، أنت عم تساعدي عدوتك بهذا الشيء بدون ما تحسي، وعم تخربي حياتك بإيدك بالشيء اللي عم تعمليه هلأ. شو صاير لك يا دعاء؟ وكأنك نسيتي إنه ماما صحتها تعبانة، هي عم يصير معها نوبات ربو، شكلك نسيتي كمان إنه هي بتضل بتتنفس بصعوبة. انت ما بتعرفي بان حبست حالها بغرفتها، يعني رح تختنق هنيك لانه صحتها تعبانه كتير، وانت هلا بدك اياها تنسجن؟ معقول؟ اذا بتنسجن هي فعل قليله، انت رح تضل عايش يا حيدر. بس إذا بتضل هون في كتير ناس رح تخرب حياتهم على الآخر، لهيك أنا بنصحك هلأ لا تحاول تنقذ أمك، هي دفشتني عن الدرج وحاولت تقتلني، وهي رح تتعاقب على عملتها، هي لازم تنسجن وتتعاقب. دعاء، بس أنتي بتعرفي إنه القصة صارت بلحظة غضب، وبعترف بأنه هنا غلطة كبير. إذا هي بتنسجن هلأ فوقها، مو بس هي، كل عائلتنا رح تتعذب، صح؟ ووقت الأم بتغلط أولادها اللي لازم يساعدوها. يا حبيبتي، اسحبي هالشكوى، لا تخليها تدخل على السجن. بتمنى ما تتأثر دعاء بكلام ستو لحيدر وتسحب الشكوى. بس وقت تكون الأم مثل هنا أختار لا.
ما حدا رح يقدر يحترم أو يقدر أي أم بهاي الدنيا من وراها. الأمهات لازم يكونوا مناح وما يغلطوا، بس أمي دفشتني عن الدرج، حاولت تقتلني. أول شيء هي كسرت قلبي لما وقفت مع غزل وساعدتها، وبعدين هي حاولت تقتلني، صح ستي؟ دعاء لا تعيط علي ولا حرف. دعاء خلص بقى، لازم تسمعني وما تعيط. اللي عملته أنت كان غلط، بس اللي عملته أمك معي مانو غلط، هاد يعتبر كارثة. لهيك ما في داعي تحاول تنقذ أمك حيدر، لأنه هي رح تتعاقب وتنسجن هلأ. وإذا أنت بتحاول تنقذها لأمك، هن رح يتهموك بأنك ساعدتها. دعاء شبك شو جنيتي انتي؟ هاد الموضوع بخصها لعيلتي مو اي حدا تاني، فهميني ليش بدك الكل يعرف بهالقصة؟ ستي لا تتدخلي بهالقصة، لا حدا يحكي معها لو سمحتوا، انا عم بحكي معها. بقى خليني احكي. اسمعي دعاء، بس من شان حبنا لبعض اسحبي هالشكوى. لا انا ما رح اسحب هالشكوى، لا تحاول. بس كرمال الذكريات الحلوة اللي عشناها سوا، رجاءً اسحبي هالشكوى دعاء. أنا ما رح اسحبها، لا تحاول يا حيدر. دعاء فكري بالموضوع لو سمحتي. لا ما رح فكر فيه، رح ينهار كل شي دعاء. وينهار كل شي. رح قلك لآخر مرة، عم بطلب منك خدمة دعاء، بدك تسحبي الشكوى اللي ضدها لأمي ولا لا؟ لا لا لا، أنا ما رح اسحب الشكوى اللي ضدها ولو شو ما صار يصير. إذا هيك معناها بحياتنا ما رح نعيش الذكريات اللي عشناها من جديد. حبنا لبعض رح ينتهي وما عاد في شي بيربطنا بوعدك، بس شي دعاء ووحياتك. دعاء عم قول وحياتي. انتي ما كان لازم تعملي هيك دعاء، صح انه انا خنتك، بس انا عوضتك عن هاد الشي. قضيت ليالي طويلة قدام باب غرفتك صح؟ لا تفتحي، ماني متحرك من هون، ما رح روح حتى لو هالشي رح يكلفني حياتي. وأنا بعدت عنك من شان مشاعري، بس ما حسيت بحبك إلي حتى وقت كنتي قريبة مني. شو هالمشاعر هي؟ ما فيني يكون معك مع أنك قريبة. هلأ كل اللي فيني أعمله أني أتحمل عقابك إلي. بعرف أني مجبور أتحمل عقابك، بعد اللي عملته فيكي أنا لازم أتحمل عقابك هاد هلأ. ولو شو ما عملتي لي، حتى لو عصبتي علي وبهدلتيني، فجاهز لأتحمل كل شي بدك. أنا زعجت العيلة كلها، خليت الكل يتضايق ويعصبوا، أنا سرقت كل شي من هالعيلة وعطيتك ياهن إليك. صدقني حبيبي، إذا منخسر هاد البيت فوقتها نحنا ما رح يصفالنا أي شي، ما رح يضل مكان نروح عليه. حيدر لا تسجل البيت باسم دعاء، لا تظلمني يا حيدر، فكر فيني. أي حيدر لا تسجل هالبيت باسم دعاء، رجاء لا تعمل. أي حيدر لا تعمل هيك، لا تنقل ملكية هالبيت لاسم دعاء. شو رح يصير بولادي؟ فهمني حيدر، بترجاك شو رح يصير فيني؟ خلاص خلاص اسكتوا.